كاونترز كل كاونتر مجرد بندخل عند المواطن بيستقبلوا هنا الاستعلام عندي بيديله رقم انتظار بيشوف ايه الخدمه اللي هو بيحتاجها بيطبع له كمان الطلب بيساعد كمان ان هم لا يجد القراءه والكتابه لا ده بيكتب له الطلب ويتفضل يستريح بيكتب رقم قومي اعرف ان جاني انت ووصلت ايه عند الطلبه رقم ايوه سجل الرقم القومي تمام ما بقاش موجود عايز خدمه معينه ممكن هو نفسه يكون مكان لكبار السن. يعني يكون بيخدم على لان مش دايما هتلاقي ان الشباك ممكن يكون متغطي بعمل لي كبار السن ممكن يشتغل. كان في كم فصل كان في 18 فصل هو تسجيل 4 حضور 22 فصل تمام والعمل الاول تمام انا شايف الفوق Thank you.